صديق لي يسأل ويقول إنه متعلم لكنه لا يعرف بعض أحكام الصلاة، هل يجوز له أن يصلي بالناس؟ يصلي بالناس ولكن لا بد أن يتعلم جهل من أحكام الصلاة. إذا كان القصد أنه لا يعرف أركان الصلاة وواجباتها وشروطها، إنه يجب عليه أن يتعلم ولو لم يكن إماما. يجب على كل مسلم أن يتعلم شروط الصلاة وأركانها وواجباتها من أجل أن يؤديها على الوجه المطلوب إذا كان يمكنه ذلك. أما إذا لم يمكنه أن يتعلمها فإنه يصلي على حسب حاله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.